لواء عسكري روسي يوصف بأنه سيء السمعة، جنوده من غابات التايغا السيبيرية، وكأنهم يتحدثون إلى الدبابة. تقارير تتهمهم بارتكاب أفظع جرائم القتل والتعذيب في أوكرانيا. فماذا تعرفون عن لواء البندقية الآلية 64 وأقبية التعذيب؟ منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية وتقارير حقوقية تشير إلى جماعة روسية مسلحة تقتحم ضواحي العاصمة كييف وترتكب أبشع جرائم القتل غير القانوني. زائر دموي يقتل بلا رحمة. أفراد هذا اللواء يتم اختيارهم ضمن مواصفات خاصة، من أبرزها انتقاؤهم من الأقليات والمجتمعات المحرومة وبأدنى مستوى من التدريب والمعدات. لقد ظهر أسلوبهم الفظ في قتل وتعذيب سكان بوتشا. In Bucha and other settlements to the north of Kiev that were occupied by Russian armed forces, we have reports of the unlawful killing of over 300 men, women and children. Unfortunately, these numbers will continue to grow as we visit more areas. Overall, to date, we have corroborated 7,061 civilian casualties, with 3,381 killed and 3,680 injured. في منتصف شهر مارس الماضي هاجم أفراد لواء البندقية على إحدى الضواحي في كييف. اتخذوا منازل السكان استراحات لهم لمدة 15 يوماً. قتلوا من بداخلها وألقوا الجثث في الشوارع. شهود عيان قالوا إن من كان حظه جيداً كان يكبل من يديه ويسحب إلى الشارع ويقتل بطلقة في رأسه، ومن كان حظه سيئاً فقد كان يتم اقتياده إلى أحد الأقبية ويعذب لأيام، وفي النهاية يقتل بدم بارد. لقد عانى الأوكرانيون من ويلات أقبية التعذيب. في 13 من مارس جاء جنود من لواء البندقية لتفتيش منزلي، وكان من الواضح أنهم من التايغا وهي غابة في سيبيريا. كأنهم يتحدثون فقط إلى الدبابة. فظاظة كلماتهم كانت مرعبة. لدى مغادرتهم المنطقة تركوا خلفهم فوضى ربما ستقود إليهم. كييف تقول إنه تم التعرف على وجه 10 أفراد منهم بسبب ملفات كمبيوتر ووثائق تحمل أسماء 1600 من الجنود. لقد شرعت أوكرانيا في ملاحقة المتورطين في ارتكاب جرائم حرب، وأهل بوتشا ينتظرون القصاص، فيما تنفي روسيا ارتكاب أي فظائع ضد المدنيين. لكن ما حدث مؤخراً حدث للمرة الأولى، وهو محاكمة أحد الجنود الروس المتهمين بارتكاب جرائم حرب. فاديم شيشيمارين البالغ من العمر 21 عاماً أقر بذنبه في قتل رجل يبلغ 62 عاماً شمال شرقي أوكرانيا في 28 من فبراير الماضي. Тільки дохожу ось до хвірточки, почула постріли. Зразу машина, такий звук, ото хлопання. А туди вистріли почула біля своєї хати. Я відкрила хвірточку, отак чуть-чуть відкрила, виглянула і побачила цього ж підсудного. Тем الحكم عليه بالسجن مدى الحياة، إلا أن الكرملين أكد أنه ليست لديه معلومات بشأن جندي روسي يحاكم في أوكرانيا، قائلاً إن كييف تستهدف روسيا بهذه الاتهامات. ليس لدينا أي معلومات حتى الآن، وإمكانية مساعدة المتهم محدودة جداً في ظل غياب التمثيل الدبلوماسي. وهذه التهم المتعلقة بارتكاب جرائم حرب والتي تستهدف الجيش الروسي مزيفة أو مدبرة